أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة ارتفاعت الضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع ليصل إلى 29,606 شهداء و 69,737 مصابا منذ 7 أكتوبر عام 2023. وفي بيانها اليومي أشارت السلطات الصحية في غزة إلى ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلية 8 مجازر ضد المدنيين، مما أسفر عن استشهاد 92 مدنيا وإصابة 123 آخرين خلال الساعات 24 الماضية.